فلما صارت الهزه مباشره طلعت العالم صارت تقوس لتوعي العالم اللي حدها بس لحتى يخلوا المباني اللي هن فيها يطلعوا على الرساله لفوق. هيدي هي ساحه الرساله، هذا مسجد الرساله وهيدي طريق ابن سينا. هلا هون كلها حواليها ما في مباني، كل العالم دوره سياراتها واللي طالع ماشي كليته يطلع لفوق. عندك مش بس انه الهزه العالم تخاف منها، عندك الانذارات اللي جايتك انه في ضعضع بالبنايات على قوه الهزه تتفسخ الحيط اللي عندنا فوق هون. هو كان اصلا يعني قبل مهدد انه يوقع من شهر، معهم خبر انه بده توقع مبينه فسخه. مش البلديه عطت انذار انه هي بدها توقع يا رممها يا شيء، طيب قول له كيف بدنا نرممها؟ قول له بدكم تدفعوا. هي بتكلف شي 15,000 دولار ترميم. فاليوم على الهزة الارتدادية الثانية اللي صارت شكله على الهواء اللي طلع الهواء القوي رجع سقط وحيط مثل ما هو وقع لتحت. البلدية بتجي بتعطي ترميم انه انت لازم تعمل ترميم بس العالم ما معطيكم يا اخي.